السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف مع بعض برنامج اسمه ايز فوكس. ده بيهتم بتحليل مصدر الصوت في المكان والصوت ده هيوصل لفين وهكذا. طيب ممكن يكون الشكل مثلا منتظم، فمثلا الشكل دوت لما يوصل مرتين يبدأ يجيب لك الخصائص بتاعته، فأنا ممكن أعدلها من هنا أو إن أنا أعدل من إن أنا أقف هنا وأعدل. ممكن تعدل الروتيشن الزاوية بتاعتك زي ما أنت عايز، بيتغير معاك هنا على طول الفرونت سايد الاكس والواي اهمت، وهنا الابعاد ممكن تضيف اريا زي ما انت عايز بالشكل دوت، وممكن تضيف شكل جديد اهوت وتديله الخصائص اللي انت عايزها زي ما انت عايز. دلوقتي انا هعمل ساوند سورس وليكن مثلا دوت واضيفه هنا، فيبدأ يحلل لي هنا مثلا اللي يبقى موجود هنا يسمع قوي جدا، هنا هيبقى أقل، حد من هنا مش هيسمع حاجة خالص، وهنا هتلاقي تحليل للليفل بتاع الصوت. خلينا مثلا نضيف زي سيكشن مثلا من هنا لهنا، فيبدأ يجيب لك الليفل هيبقى عامل ازاي، المعلومات الفريكوانسي، الديستريبيوشن هيبقى عامل ازاي. طبعا من هنا تقدر تحدد الخصائص بتاعة المشروع زي مثلا درجة الحرارة الضغط وهكذا، طبعا ده هيأثر على انتقال الصوت. ومن هنا بروجكت سيتنج تقدر تحدد الخصائص بتاعة الأذن وتحدد الليمت الهاي ليمت المسموح بيه والأبر واللور بتاعه. نقدر بقى نيجي هنا من فيو ونقول له انا عايز اشوف الجيومتري، فيبدا يجيب لك الشكل دوت في قلب السايد فيو في قلب الليفل وهكذا. طيب ممكن تقول له برضو انا عايز فريكوانسي ريسبونس، فيبدا يجيب لك المايك زي ما انت شايف. طبعا من هنا تقدر تدوس تختار الريسيفر وتقدر تنقله في اي مكان، فيبدا يجيب لك في المكان دوت هيبقى الصوت عامل ازاي، تحليل للصوت. تقدر تعمل زوم ان زوم اوت على المعلومات، وتقدر تعمل كرييت للريبورت بالمعلومات اللي انت عايزها اهو، هيطلعه لك بي دي اف. خلينا هحطها سي مثلا، بيقول لي معلش هروح هيحطها سي. طيب حطها هنا على الميوزك اهوت، فبيبدأ يجيب لك المعلومات الخاصة بالمشروع، سايد فيو بتاعه، الساوند سورس، الديستريبيوشن،